هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال عامة، سواء الأحوال العاطفية أو العامة. رح أتحدث كذلك حتى عن العزاب، ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي القمري الطالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية إذا تكلمنا بالعلاقات العاطفية. أوكي، بداية يا برج الدلو، عم شوف في خصامات وفي مشاكل، عم شوف في بلوك، في عدم الكلام بينك وبين هذا الإنسان. عم شوفك موجوع القلب يا برج الدلو، عم شوفك كأنه حاسس بخسارة كتير كبيرة، يعني تقريبا الطاقة كأنه عم تقريبا ما في كلام، ما في كوميونيكيشن، ما في حكي. أوكي، الطاقة كتير سلبية بهذه القراءة، أو ما في في مشاكل أنت وهذا الإنسان. عم شوفوا لهذا الشخص، لهذا الإنسان ممكن شخصية من برج يعني برج النارية. عم شوفوا شخصية بتعرف توازن، بتعرف كيف تحب وتشتغل بأشياء أخرى. إنسان ممكن حاليا عم شوفه مبتعد عنك، وما عم يحكي أبدا يا برج الدلو. عم شوفه كذلك هذا الإنسان كان عامل لك بلوك، أو ما عم يحكي من أصله وما عم يحاول إنه يحكي. أوكي، عم شوفه لهذا الإنسان كذلك عم يفكر فيك، حتى لو إنه مبتعد بفكر فيك، يؤرقه هو، عم تجي بباله كل ليلة قبل ما ينام. عم شوفه عنده اهتمامات أكثر عملية، وعم شوفه مبتعد وحاسس إنه خسرك أو خسر العلاقة. بالنسبة لإلك، عم شوفك عم تنتظره أو عم تراقبه عن كسب أو من بعيد، بس ما عم تبدي شيء. أوكي، عم تعمل كأنه الأشياء إذا هو ما عم يحكي معي خلص ما رح احكي معه. عم شوفك مبتعد و عم تراقبه لهذا الانسان. ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية، علاقة سلة زمن وانتم مع بعض، او علاقة فيها درس، لازم تتعلم درس من هذه العلاقة، لانه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء، تاخده بحياتك كدرس عشان تعرف تتعامل باشياء اخرى. بالنسبة لإلك، عم شوفك كتير كتير شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان، بس ممكن عم شوفك أكتر تهتم لصحتك، لجمالك. ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الإنسان، ممكن تكون في علاقات جديدة وفي ناس أكتر تستحق أن تكون معي، بس هذا الإنسان عم يحس حياته أو سعادته لا تكتمل بابتعادك عنه. عم شوفه كأنه عنده اختيارات بينك وبين إنسان آخر، أو عنده كذا شيء يشغله عنك. أوكي، ممكن عنده عنده مشاكل تتعلق بالعائلة، كانوا عنده أولويات وعنده مشقات، أو عنده مسؤوليات أكثر بالعائلة، أو عنده كذلك أطفال. أوكي، عم تشغله عنك. عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك ممكن يكون برج الحمل أو برج الأسد. عم شوفوا ممكن يكون من برج العذراء، الثور والجدي. عم شوفه ممكن حتى يكون برج العقرب. هذا الإنسان عم شوفه عم يكابر أو عم يقاوم مشاعره تجاهك، ما عم يوديها لإلك، عم بيبين كأنه إنسان هيك ما حاسس أصلا بشي تجاهك، بس هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير قوية. أما أنت تريد فقط شيء واحد، أنت ما عم تحكي معه، عامل بلوك وكل شيء، بس بدك أنه يرجع لحياتك لحتى يطلب السماح منك، وبعدين أنت ممكن تقول له ابتعد عني أو شيء. المهم أنه تأخذ كرامتك، أو كأنه تشبع خليلك يا برج الدلو على أنه أوكي أنا أرجع لي حقي. أوكي، بالنسبة لبرج الدلو، على فكرة عم شوف في مراقبة، أنت عم تراقبه لهذا الإنسان، في مراقبة، في ممكن تراقبه على السوشيال ميديا، عم تسأل عنه عن بعيد، بس ما عم تحكي معه. أوكي، عم شوف على أنه بقول لك انه هيدي العلاقة تتطلب ايمان كتير قوي، تتطلب اشتغال عليها كتير قوي وايمان فيها، لانه هذا الانسان شوي ممكن شخصية صعبة او شخصية متكبرة وشخصية غريبة، ممكن حدا مزاجي جدا، يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك.
منه ثابت، اوكي، مثل برج الدلوش، برج من الابراج الفكسد او الابراج الثابتة، ما بيغير كتير. ممكن انت كذلك تتعامل مع برج الميزان، عم شوف على انه ممكن مشاكلكم على انه هي دائما انت يا برج الدلو عم تعانده او عم بتعاملوا بالند، اوكي. انا كمان عندي شخصيتي وعندي افكاري وعندي كذا وعندي كذا، هو ما بحب هيك، يعني بحب انه يكون الناس عم تتبعه، الناس عم تطيعه، ما بحب انه يكون بعلاقة والشخص الاخر بحسه قوي وبحسه شخصية كمان عنده شخصيته وشخصيته قوية، وبارد وارد جدا هيدا اللي عم يحسه اصلا بالعلاقة. بالنسبة للعزاب، عم نشوف على انه متألقين بهذا الشهر كتير، بارزين جدا، الناس عم تطلع فيهم وتقول واو. عم شوف كذلك على انه محبوبين كتير من الناس، عم شوفهم يلجؤون الى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم، عم شوفهم يلتجئون الى السفر الروحاني اذا بدنا نقول، يهاجروا ب ب ب او يعتزلوا الحياة، يعتزلوا الناس. عم شوفهم كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني، وعم يفكروا بكتير اشياء، بيفكروا بمستقبلهم، بيفكروا بحياتهم، بمنهاج حياتهم. عم شوفهم عم ياخدوا هذه الطريق، بس عم شوفهم هلا يعيشون، هيدي برج العزاب برج الدلو، عم شوفهم يعيشون نقل نوعية او تغيير جذري، كانوا عم يمروا من نقلة نوعية، ورح هذه النقلة النوعية رح تجلب لهم سعادة ورح تجلب لهم خير، اوكي. ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كتير، وتغير من حتى تصرفاتهم مع العلاقات. هذه الرحلة اللي انا بقول عنها، الرحلة الروحانية اللي عم تعيشها يا برج الدلو، لازم تخليك انسان ناجح اكتر بالعلاقات. رح تاخده او تلاقي نقاط الضعف بحياتك، ورح تكتشفها بالمستقبل، ورح تحاول تتجنب كل شيء سلبي، اوكي. بالنسبة للحياة العامة، عم شوفك اكتر تهتم لتحقيق احلامك، عم شوف حتى في اموال تأتيك من الجد، ممكن حدا يعطيك اموال هيك، يعني صدقات، مش صدقات بس يعني اذا بدنا نقول عيدية، حتى لو ما في عيد. عم شوف على انه كذلك في امرأة تترصد لإلك يا برج الدلو، احذر منها. ممكن هذه المرأة تتدخل بشيء من الشر لا تعكر صفو بينك وبين شيء انسان اخر، اوكي. عم شوف كذلك على انه في فتحة رزق، هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت، او ارث. ممكن كذلك عم شوف في حدا يتواصل معك، ممكن يصف لك اخبار، هذه الاخبار تتعلق بعلاقة عاطفية، هذه العلاقة العاطفية ممكن تكون هذه الاخبار غير سارة لإلك، اوكي. ممكن تخليك انت جدا حزين، بس عم شوف على انه في رزقة رح تأتي لبرج الدلو. عم شوف في اشياء من الماضي تعود لحياة برج الدلو، ممكن في مشاكل تخص، او اذا كنت انت مقدم على هجرة لبلد اخر ممكن تتأخر الامور. ما عم شوفها، يعني ما عم شوف اصلا الامور يعني ميسرة، بس عامة تتأخر الأمور، ممكن تحصل عليها بس متأخرة. عم شوفك أكتر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي، وعم تسعى لكسب رزق جديد بحياتك يا برج الدلو. عم شوفك أكتر تهتم كذلك الابتعاد عن الناس، الابتعاد عن كل شيء الذي يعكر صفو برج الدلو، بس كما قلت احذر من امرأة، هذه المرأة عم تتدخل لتعكير صفو حياتك، هذه المرأة ممكن كذلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبالزواج اذا كنت متزوج، ممكن تجلب لك مشاكل مع انسان او مع الاب، تتدخل لكي ممكن حتى عند صفة السرقة ممكن تسرق شيء او تخونك، اوكي.
اوكي عم شوف هذه المرأة ليست بالجيدة، ممكن هي من الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية. بالنسبة لإلي عم شوف إنه طاقتك الحالية كتير عم تحس إنه الطاقة جيدة، أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك، أنت عم تحس بأحاسيس جيدة مع هذا الإنسان، وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر. عم شوف في تفاهم، في ألفة، في أخذ وعطاء، يعني أنت والشريك على وفاق بالوقت الحالي، عم تشعروا بطاقة إيجابية وطاقة كلها فرح. عم نشعر كذلك هذا الإنسان أنه هو إنسان كتير يشعر بمشاعر تجاهك حلوة، طاقة حلوة، بحب كبير، بحسك على أنه أنت خلص الإنسان اللي عم يحبه، الإنسان اللي عم يرتاح معه. عم شوف في كتير طاقة جميلة بالنسبة لكم أنت والشريك. ممكن وارد جدا أنه هذه العلاقة صار لمدة طويلة أنتوا مع بعض، لأنه عم شوفك أنت بالضبط كأنه شلت كتير أعباء بهذه العلاقة، وكأنه هذه العلاقة طريقة طول، طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية. أو إذا كنتوا بعلاقة جديدة يعني يعني أنت متلهف إنه يصير زواج، يصير شيء فعلي، يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة، بدك علاقة دائمة ويكون يعني نتيجتها بسرعة، ما بدك انه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات وبالاخير ما تنتج عنها شيء. اوكي بالنسبة لك هذا الاساس مهم جدا. اما هو عم شوفه عنده كتير امور ملخبطة حياته، عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسرة، ممكن كتير امور مش ميسرة بالنسبة له، العمل ممكن يكون الطريق بحياته مظلم، ما عم يشوف طريقه بالواضح، عم يشوف في اشياء، في كتير عثرات بحياته، في كتير امور عم تعرقله بحياته، ما عم تخليه اصلا يوصل للاشياء اللي بده اياها. اوكي في كتير امور عم تعرقل علاقتكم، مع انه في حب، في جمال، في عشق، في كتير اشياء، في احاسيس جميلة عم تشعروا فيها، بس في كتير من الامور عم تعرقل علاقتكم. عم شوفها لانه انت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة، بدك توصل انه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زواج، انه تصيروا مو مستخبيين، يعني ما تصيروا بعلاقة حب فقط، بدك شيء يظهر للعلن، في شيء يعني الناس كله بتعرفكم انه مع بعض. اوكي عم شوف على انه عم شوف ان هذا الانسان الامر الذي يؤرقه بهذا الحياة هو العمل. بالنسبة له العمل جدا مهم عشان تصير العلاقة فيها نجاح كتير كبير. اوكي ما عم يشوف على انه ما فيه يعني يتحمل اسرة او عائلة اذا ما كان العمل بالنسبة له ميسر. عم شوف الأمر الذي يعيقه بالحياة هو العمل. كتير عم شوفه عم يشتغل، عم شوفه كتير عم يجتهد، بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور. عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جياشة تجاهك، بحبك هذا الإنسان، يريد أن يكمل حياته معك، بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكم ما عم تتطوروا بالعلاقة. عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكم ما عم تتطوروا. ليش بقى العراقيل الحياتية العامة يعني عم تخليكم ما تتطور؟ أوكي بقول لك الورق أنه كل شيء رح يأتي بوقته. أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي، بدك تحصل على نتائج كتير سريعة، بدك مثلا انه يعني يصير زواج، انه الامور تتيسر بسرعة، بس بقول لك انه الوقت هو يعني كل شيء رح يأتي بوقته، ما تقلق ابدا. اوكي هون بقول لك انه هيدا الوقت لتعطي مش لتحصد، يعني لازم توقف مع هذا الانسان بالوقت الحالي، لازم يعني تكون صبور جدا، يعني ما تتوقع بالوقت الحالي انه يكون في ريزولت او في نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت.